تحياتي لكم الخوت ومبروك اول شركه ومرحبا بكم في فيديو جديد. وكما كتشوفوا اليوم الموضوع ديال اليوم غنهضروا على دوك السراق اللي كيسرقوا بالماطر. اليوم غنعاود لكم قصه وقعت هذه شفتها بعيني اليوم في الصباح. مريح في القهوه واحد المراه مسكينه كبيره في السن، الغاديه مسكينه كتزيدها بزز وحق الله العظيم ديزي ولاد حرام ما يخطفوا لها واحد صويك، مسكينه صويك كاع مدقدب ومسكينه سخطت وتجمعت الناس وديك الساعه يلاه فايق مع الصباح كيفاش ما كيفاش هذه قالك خطفوا لها واحد جراش بالموطور تليفون عادي ما دير 70 درهم وفيه ميكا ديال الدواء في هذاك الصاك ديال الميكا ديال الدواء. المشكله قالت لي في هذيك الورقه ديال الدواء هي باش كتاخذ الدواء مسكينه وغادي باغا تشري الدواء وعندها ما تشرب 14000. هي قالت لك باغا باش مسكينه تدوز بها الشهر وباغا تقضي بها رمضان وما عندهاش مسكينه والحاله ضعيفه وما عندها دم بنتها مجوجه حتى هي مسكينه ما في حالهاش هي اللي كتروف عليها مره مره ومره كبيره والدوله ولا الحرام البراش هذو. ودابا انا بغيت السؤال المطروح هو الناس هادو كيفاش كينعسوا بالليل؟ والله ما فهمتش انا كيفاش كينعسوا بالليل هاد المراه. وكاين بزاف اصاحبي بنادم ما تيخدم ما يخدم باغيها بارده حتى سير اصاحبي خدم سيكيريتي سير خدم اي حاجه اي حاجه جمع الكرطون بوعر دير اي حاجه المهم راجل ما ديرش دي العباد الله. قلت بنادم مسكين اصاحبي وقعت لك هذيك المراه اصاحبي مسكين الله اللي طالع بها هي كبيره في السن و14 قلت لهم هذيك 14000 ريال باغا تقدا بها دوز بها رمضان. تخيل شوف بنادم صاحبي باغ على 14000 يدوز بها رمضان ماشي باغا 100000 دوز بها رمضان. هذه 14000 العام الله مسكين كيفاش غتفطر واش الخبز هو تاير 14000 اش غدير لها الدواء ليها وفيها الدواء وباغا تشري بها الدواء غادي باغا تشري الدواء مسكين والدواء لها. ودابا المشكله اثر في المدرسه كيدفوا في التليفونات ما عرفتش ثلاث ايام دابا ولا شناهو مريح ثاني في القهوه وجابوا عليا الدوره. انا كنت مريح برا في لاطيناس جابوا عليا الدوره بالليل ولكن ربما يكون الدراري اللي كيتفرجوا فيه باللايف في تيك توك كدير اللايف انا في تيك توك ومريح في لاطيناس ومالك خالقه تجابوا عليا الدوره واحد خينا مريح حتى هو يقول لي صاحبي جمع يدك جمع يدك. واحد دابا دادوا بالموطور شافوني انا عاقل الشارع بظهري قالوا صاحبي هذا مسوكر جابوا الدوره عليا ومني تقاودوا مع القهوه واحد نزل واحد زاد شويه من الموطور قدام باش الاخر يخطف الموطور وتلاحوا الاخر يقول لي جمع يدك عاقبين ويقول لي جمع يدك حتى ما حملوش دازو بقى كيشوف في واحد الشوفه خايبه. وكاين واحد السليب اخر هذو تما طلبوا لكن بصفه بطريقه كيقول لك انا كيدير بها قارص كيقول لك انا جقر فهمت كيجي كيقول لك راه دبر عليا هذه 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 وكيبقى لاصقك كتقول لي ترى يلا ما عنديش الله يسهل كان لك يقول لك لا عطيني طلبه ولكن هي بحال بصفه ديال الصحه كيقول لك دبر عليا ومني كتقول لي ما عنديش كيولي بغا يتضارب معاك وهذه وكذا هذه وبزاف اصاحبي بحال ما عرفتش انا ما فهمتش ما عندكش مشكلك كيبقى مشكلك هذا سير دبر راسك دير شي حل هذاك كيبقى مشكل علاش جات مشكل لي انا اصلا انت ما عندكش وانا علاش جات مشكل لي انا شغلك هذاك اصاحبي جيتي عندي ولي خويا بحال قال الوالدين طلبني ولا عنيت فكنعطيك لا عندي انا غنعطيك ما عنديش غنمشي بالجي الصحه راه لي دبر عليا بحال عاوتاني واحد النهار بزاف الخطر نبقى نهضر لكم انا ما نساليش انا من هادشي كنشوف اصاحبي شي حوايج غريبه اصاحبي بنادم ما عرفتش كيفاش شنو الطريقه كيفكر كيفاش هو كيشوف الناس ما فهمتش جاي واقف على مول المحلابه قال لي عطيني الفطر صح مول المحلابه قال لي لا صاحبي قال لي لا والو هادي وبدا كيقلب لي في داك البريزيان وهادي وغتعطيني صحه وانت يا فلان وديك العنصريه ديالها ما بغاش نسم الطريقه باش كيهضر انتوما كذا وانتوما جايين مع 80 وانتوما هادي محيي على داك مول المحلاب قلت له صاحبي السيد اش ما بغاش يعطيك صحه ولا شنو ويقول لي خليني ما تلقاش ليا بيني وبينه وهذيك صافي صاحبي تفطر ريح ما تعيش السيد وما تطيحش بيه وغنعطيك اصاحبي انا غادي تعطيه خويا اش بغا قلت له احترمي راه السيد توا عنده كرا عنده ضريبه عنده روينه قال لي مول المحلاب قال لي راه كل نهار صاحبي كيجي يوقف عليا مع الصباح كيولي يعطيني الفطر صحه والمشكله على ما قال مول المحلاب قال لك سيدي انا كنعطيك نعطيك كاس ديال اتاي وكنقول لي هاك صاوب لي نص فيه بيضه كيقول لي لا صاوب لي عصير صح هو قال لك صح شو العقليه كي داير ولكن انا من واحد الجانب السر علاش لان هذاك مول المحلاب انا ملي سولته قال لي راه عندي الكاميرا ها هي كاينه وتنمشي عاد موي الوقت كاين المخزن في البلاد ما نضرب معاه ما نتصادع معاه بغا يهرس خليه يهرس وانا ما جاوبوش ما جاوبوش بغا يهرس طيح الثلاجه يطيح اللي بغا يدير يدير نقول يدير اللي بغا يشي اي هذاك الشيء كاين الكاميرا نهز الكاميرا نديها عند موين الوقت شوفوا لي الدوال وما نسمحش ليه شي ما نسمحش ليه ولو هرس لي انا قرعه ديال المناضق والله ما نسمح ليه نزمم ليه ما
كاينش التنازل، ما كاينش التنازل، مادام كدير التنازل كتشجع واحد اخر واحد اخر واحد اخر، صافي غلطتي تخلص. هذا هو الشعار ديالي انا بالنسبه لي، نضرب لكم غلط، غلطتي تخلص تهون، ما كاينش التنازل. داك التنازل هو اللي كيدير الصرام، ملي كيجي حتى كيحي عليك وملي طنطن وملي كتكبر القضيه وتصلح المخزن كيصيفط امه، ما كيبقاش يبان هو ديك انا هو عار، وديك كيصيفط امه هو ولي مسات خواتاته هو العار وناري وهادي وهادي، كيولي يدير لهم تنازل. وملي كدير تنازل كيمشي ثاني كيحي على واحد اخر كذا ويصيفط اخته، هذا هو حدا داير خدمه البت حضرتي الراس طيحتي الودنين وهذا اللي كيفضي الغرض صافي، هذاك الشيء اللي باغي هو يبقى طاغي عليك ويبقى حاقر عليك ويبقى كل نهار ينهبك. مشيتي لي عند المخزن كيصيفط امه، وفي النهار ما غاديش نرجع لهم اصلا. علاش؟ لانه كان الراجل ما غايجيش عندك حتى يحقرك. انت انا تنامن بواحد القضيه، اي واحد تيحقر الرجال ماشي راجل، الانسان اللي تيكون راجل تيكون عنده واحد الكرامه وكيحس بالاخر. علاش غنجي عنده وانا نقول لي في حاله لما عنديش نجي نهضر بيني وبينه ونقدر ونطلب ونزوق فيه ولا حن فيا ولا بغى، لا بغى ما بغاش تاع من حقه باش يعطيك ديالو رزق ولادو يعطيه لك حتى باش يخدم عليك انت، ولا ما فهمتش انا كيفاش هاد الله. هاد العقليات اخوت ما عرفتش، وتحياتي لكم الخوت، ديروا لنا لايك ودعمونا بكومونتيرات، واللي ما مشتركش يدير اشتراك باش يوصلوا الاشعارات، وتحياتي لكم وصلى الله في راسكم.